لو في حاجه في اي نقطه فاتت هبقى معاك استعداد نخلصها. انواع الشبكات النتورك تايبس، اطلع عن ايه انواع الشبكات؟ هيطلع عن الشبكات اللي اتكلمنا عليها النهارده مالها؟ في منها سمول، في منها ميديوم، وفي منها لارج. تعال نشوف. طيب لو هنتكلم في البورد الاخيره بتاعتنا اربعه لاست وتبقى خلصت، عايزين نتكلم لو اي بي نتورك الانواع بتاعتها زي ما قلت لحضرتك سمول، بس في مصطلحاتنا احنا بقى كمهندسين شبكات ما بنقولش سمول، بنقول عليها لان. يعني مصطلحاتنا كمهندسين شبكات، معلش ما هو زي ما الصيادله ليهم مصطلحاتهم والدكاتره ليهم مصطلحاتهم، لو اتكلموا مع بعض احنا مش هنفهمهم، احنا عايزين كمان نتكلم انا وانت مع بعض قدامهم وبرضه نعقدهم. يعني ايه اتكلم انا وانت مع بعض اقول لك هنعمل ايه في اللان والمان والوان المتروبوليتان اريا نتورك بتاعتنا، فتلاقي برضه ايه انت عقد زي ما هو بيقعد يقول لنا برضه مصطلحات تعقدنا. فهيطلع ان مهندسين الشبكات في مصطلحات خاصه بيهم زي لوكال اريا نتورك، دي شبكه في مساحه في اريا صغنطوطه سمول نتورك. طيب وفي حاجه اسمها المان ميديوم اريا نتورك او متروبوليتن اريا نتورك. طب معلش يعني ايه متروبوليتن؟ يعني عاصميه مساحتها ممكن تغطي عاصمه مدينه يعني. امال اللوكال؟ محليه. طب محليه يعني تغطي مبنى، تغطي شركه، تغطي جامعه، تغطي حاجه خاصه بيك يعني حاجه واحده مش مجرد مدينه كامله. طيب في وان دي اللارج وايد اريا نتورك، ودي تطلع دي انها ممكن تغطي ان شاء الله حدود العالم كله، يعني ان شاء الله تبقى زي الانترنت كده حدود العالم كله. طيب كتعريفات ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ اللوكال اريا نتورك هي عباره عن نتورك، معلش افكرك باول المحاضره النهارده بقى، نتورك ان هي عباره عن جروب اوف كومبوننتس. مالها كومبوننتس دي؟ ذات ار لا كومبوننتس بمعنى ايه بقى؟ كمبيوترز مع الراوترات والسويتشات برضو كمان، يعني اند ديفايسز وانترميديت ديفايسز. كلمه كومبوننتس اوقع معلش صلحها لو برضو ايه فيها حاجه مش صح. فايت از جروب اوف كومبوننتس ذات ار كونكتد توجذر. بمعنى ايه كونكتد توجذر؟ ان هي بتتربط مع بعض بالطرق اللي كانت في السبوره اللي فاتت. بس مالهم بقى؟ within a local area. وايه المقصود بكلمه local area؟ ان هم يتربطوا في منطقه محليه. معلش مقصود برضه ايه يعني بمنطقه محليه؟ ان تكون منطقه نسميها كده تحت السيطره. هوضح لك يعني ايه؟ منطقه تكون مالها؟ ملكيه خاصه. طب معلش يعني ايه برضه؟ الاخر تكون مكان متحوط بسور. وكل اللي جوه السور ملكيه ليك انت، ملكيه لشبكتك انت، ملكيه لشركتك انت، مفيش حد من الدوله شريك معاك فيها. يعني مثلا لو هنعمل شبكه هنا في المكان، انا في حيطان مقفله المكان بتاعنا وملكيه مثلا ليا، خلاص دي تعتبر اسمها لان، ملكيه محليه. عملنا في العماره كلها عادي ملكيه للعماره كلها، يعني ملكيه لاداره العماره نفسها، فدي تعتبر اسمها لان. لكن نيجي نربط العماره دي بالعماره اللي جنبنا، فلو بصيت كده هتلاقي ما بيننا بالعماره الجميله في شارع. لو مشينا شبر بس متر بس في ارض ملكيه عامه ملك للحكومه تعدي عليها العربيات بشكل بابليك، دي ما تبقاش للاسف اسمها لان. يعني شرط اللان ان يكون كل حاجه جواها متحوطه بسور، ما فيش شبر في ارض ملكيه عامه. يعني مثلا المول، لا المول ده لان، ازاي المول ده لان؟ كام علان ازاي المول ده لان؟ المول في الاخر هتلاقي سيتي ستارز متقفل حواليه بسور، وكل الارض اللي جواه ملكيه للمؤسسين والمستثمرين بتوع سيتي ستارز. طيب بس سيتي ستارز دي شبكه كبيره، ما حدش جاب سيره كبيره كعدد. ازاي؟ يعني احنا بنقول كبيره بس السور صغيره بس متقفل حواليها تبقى اسمها لان، لكن ما جبناش سيره العدد. عارف سيتي ستارز فيها كام جهاز؟ 300,000 جهاز. ازاي؟ فين دول؟ انا كنت لسه من فتره بدي كورس
الناس اللي شغاله في شركه اسمها ستار كوم. شركه ستار كوم دي هي الشركه اللي ماسكه شبكه سيتي ستارز، فيهم هناك قاعدين اصلا 24 ساعه شفتات، اي مشكله تحصل في الشبكه هم اللي مسؤولين عنها. يقول لي عندهم 300,000 جهاز. قلت لهم ازاي يعني؟ يقول لي كاميرات المراقبه ده حاجه، عدد الاي بي فونز، عدد التليفونات السيسكو موجوده في كل محل لازم، الكاشيرات كلها مربوطه بالنتورك دي تبع العدد، عندهم السينمات، كل الاجهزه بتاعت السينما عشان تحجز السينما برضو تبع الاجهزه المعدوده، عندهم سينما اسمها دي بوكس، السينما دي فيها كراسي بتتحرك، كل كرسي عباره عن جهاز كمبيوتر عشان خاطر بياخد الاوامر من الشاشه والحركه، وفاست اند فيوريوس يتقلب العربيه كرسي يروح مايل بيك وحاجات زي كده، كل ده كل واحد من دول عباره عن جهاز. الملاهي بتاعت الاطفال، كل جهاز في ملاهي الاطفال بيتحط له كارت، يعني الاب يشتري كارت ويشحنه بفلوس وبعدين الولد الصغير يجي يركب يروح حاطط الكارت، الكارت فيه فلوس الولد هيلعب، الكارت ما فيش فلوس الولد مش هيلعب. طب مين الجهاز ده بيعرف؟ ثرو نتورك، يعني كل جهاز واصل بنتورك، يعني لو باظت على جهاز تلاقيه من ورا واصل بكابل وكارت وكلام من ده، وابلكيشن معموله بحيث في فلوس في الكارت هنلعب الولد، ما فيش فلوس ما فيش لعب هنا. طيب فكل دول عباره عن اجهزه كتير قوي، 300,000 جهاز. مول اوف ايجيبت 6 اكتوبر 700,000 جهاز، يعني كان برضو ناس واخده معايا الكورس كانت برضه عاملين الشبكه هناك، واحنا عندنا 700,000 جهاز، طبعا اعداد رهيبه من الاجهزه جوه مكان واحد بس عشان متقفل بسور فاسمها لاند. طيب مثال اخر، الجامعه الامريكيه فين دي؟ في التجمع دلوقتي ليهم مقر، لو رحت تلاقيهم كل الجامعه الامريكيه متقفله بسور، طالما الارض اللي جوه تبع اداره الجامعه الامريكيه فدي كده اسمها لاند. ايوه يا باشمهندس بس دي اجهزه كتير وماله؟ اي بس دي مباني كتيره وماله؟ مش كلهم في سور واحد وتبع الجامعه الامريكيه؟ لا. طب ده المسافه ما بين المبنى والمبنى هناك كيلو ساعات اكتر، ملهاش دعوه طالما في الاخر كله جوه نفس الارض فدي ساعتها تعتبر برضو اسمها لان. بمعنى كل دي اسمها اللان بتاعت الجامعه الأمريكية. يعني الكامبوس بتاع الجامعه الامريكيه بالنسبه لنا احنا كشبكات اسمه لان. ماشي، بس ينفع اوصل تجمع بفرع التحرير؟ الجامعه الامريكيه فعلا عندها مقر تاني في التحرير والمباني اللي هناك برضو كتير. اه ماشي، بس دي كده لان تانية. يعني ايه لان تانية؟ دي طالما متقفله بسور لان ودي طالما سور تاني تبقى لان تانية. ولو حاولت توصل ما بينهم ده كده خرجت شبر متر في ارض الحكومه، ارض ملكيه عامه، اصبحتش كده اسمها لان. امال ايه؟ كده انت خرجت عن السيطره، عن الملكيه الخاصه. امال اصبحت دي ايه؟ اصبحت اسمها جروب اوف لاندز. وايه بقى جروب اوف لاندز؟ ساعات ممكن نسميها مان وممكن ساعات نسميها وان. يعني ايه برضو؟ يعني تاني كده الشرح، لو عندك جروب اوف لاندز فين؟ الاكاديميه البحريه عندهم لان في مقرهم في شيراتون، وعندهم لان في مقرهم في اسكندريه، يعني شيراتون واسكندريه. طب ما دي كده لان برضو 1 في مساكن شيراتون، ودي لان 2 في ابو قير في اسكندريه. طيب ما هو لانين وهنمشي مسافه في ارض ملكيه عامه تبقى اسمها جروب اوف لاندز. بس في الحقيقه بقى لو جروب اوف لاندز within يعني جوه نفس المحافظه جوه نفس المدينه، ده البعد الجغرافي، ده كلمه عاصميه، هو نفس العاصمه هو نفس المدينه، دي ساعتها بنعتبرها من. اما لو كانت الجروب اوف لاندز between cities زي الاكاديميه البحريه، ازاي between cities؟ القاهره واسكندريه. between countries لو عندي بنك ليه فرع في القاهرة وفرع في مصر وفرع في ليبيا، ما دول الكونتريز. لو عندي بنك في فرع في مصر وفرع تاني في أمريكا، دول قارتين كونتيننتس. بمعنى لو عندي لان في سيتي ولان في سيتي تانية، لان في كونتري ولان في كونتري تانية، لان في كونتيننت قارة ولان في قارة تانية، أو دول بقوا مجموعة لانات تتسمى في الآخر وان، فالوان وايد كبيرة لدرجة إن هي ممكن تغطي كونتيننتس قارات. وشرط رئيسي في اي دوله في العالم سياسه عامه، ممنوع انك انت اللي تمد الكابلات اللي في النص بنفسك، تعرض نفسك لحبس. يعني ايه؟ يعني ما تجيش انت تشتغل في الجامعه الامريكيه فرحت بقى الجامعه الامريكيه وهقبض بدولار، انا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ماشي، تروح عامل لهم اللان، تروح عامل لهم اللان وتروح جايب اصحابك، تعالوا نكسر بقى في الارض عشان نمد الكابل ما بين البتاعتين. حبس يا حبس. طالما هتمشي شبر في ارض الحكومه لازم اللي يكون مسؤول عنها حاجه تابعه للحكومه. ومين اللي تابعين الحكومه؟ شركات اسمها شركات الاتصالات، شركات السيرفيس بروفايدر. بمعنى لازم طالما بقينا اكتر من لان يخش في النص سيرفيس بروفايدر. زي مين؟ زي شركه وي انتربرايز. المره دي ليه؟ لشبكه خاصه ما بين مين ومين؟
جامعه امريكيه وفروعها، مش عايزين نطلع الانترنت، عايزين بس نربط الفرعين مع بعض. او شركه اسمها نور، مالها طالما جوه مصر دي شركات محليه. طب ولو اللام في مصر ولام في حته تانيه، لازم برضو في النص قانون دولي يكون في سيرفيس بروفايدر هو اللي بيجيب التصاريح، هو المسؤول عن الحفر، هو المسؤول ان هو يرجع الاسلاك زي ما هو كان، لو كسرت مواسير هو المسؤول عنها، ان انت لو كسرت حاجه لازم تتحبس، يعني مش حاجه منطقيه. لكن هم لو كسروا حاجه هيبدا يعمل عليه بس غرامه وخلاص مخالفه وقصه تخص على كده. لازم يكون في سيرفيس بروفايدر، بس المره دي بقى سيرفيس بروفايدر دولي زي مين لسه حاكين عنه، اورنج بزنس سيرفيس ما بين بلدين، مين فودافون انترناشونال سيرفيس، مين اي تي ان تي ان سي ار، دول مين كلهم؟ دول الشركات اللي عندها في كذا حته في العالم وتقدر تربط لك الفروع ببعض. كيبلز طبعا، في وايرلس وفي واير، هيطلع يعني في كوبر كيبلز وفي فايبر كيبلز وفي وايرلس طبعا، هو الاسهل الوايرلس. لا كابلات، اغلب الشغل بيبقى بكابلات وفايبر كتير دلوقتي، خلاص بقى العادي ان هم بيشيلوا اي كابل نحاس يرموه يحطوا مكانه كابل فايبر. فكابلات الفايبر بقت موجوده كتير دلوقتي تحت الارض وما بين البحار والمحيطات، موجوده فيها كتير قوي. ايه ده؟ احسن بكتير واسرع بكتير، وتشيل عملاء كتير على نفس الكابل كمان. طيب كده يبقى معنى الكلام ان مجموعه اللانات لو ما بينهم مسافه بعيده توصل لمدن ولا دول ولا قارات اسمها وان، جوه نفس المدينه اسمها مان، لكن جوه نفس المبنى بتاعك فدي هي لان واحده بس. طيب قول لي مين اكبر وان تروح، اكبر وان عشان تروح، يعني لو عايز تروح قول لي بس اكبر وان، انا قافل المحاضره مين ذا بيجست وان. صح، اطلع ان اكبر وان يعني ايه وان تاني؟ مجموعه لانات، اكبر مجموعه لانات في العالم متجمعه مع بعض على شبكه واحده هي شبكه الانترنت. اشمعنى الانترنت دي اصلها عباره عن بابليك وان؟ يعني ايه بابليك وان؟ شبكه الانترنت هي عباره عن اللان بتاعتي في البيت، اللان بتاعتي هنا في السنتر، اللان بتاعتك في البيت، مربوطين كلنا عن طريق كذا سيرفيس بروفايدر، شراكه ما بين كذا سيرفيس بروفايدر عشان خاطر في الاخر تكون لك شبكه الانترنت، فلازم كنت تبقى كبير. تاني اكبر وان بقى، سكند بيجست وان از شركه اورنج بزنس سيرفيس، والشركه دي لها ان تفخر انها يعني تعتبر تاني اكبر وان، وما هياش انترنت، امال هي ايه؟ برايفت. يعني ايه برايفت؟ شبكه مخصوص بتعب وجد وعرق موظفين او بي اس. يعني انترنت هي شراكه ما بين بروفايدرز العالم كله مع بعض عشان يكونون كبيره، لازم ان تطلع اورنج هي تاني اكبر شبكه، وهي شبكه مخصوص بس كل حاجتها ملكيه الاورنج، فده فخر الاورنج. مش كده؟ ده اللي ساعات بيحاولوا يقنعوا بيه بقى الناس لما تيجي تتعين في اورنج، يقول لك ايه؟ يقول لك معلش احنا الاتش ار هيكلمك، انت اكسبتد كتكنيكال، احنا موافقين عليك، الاتش ار هيكلمك بس ما تزعلش يعني لو المرتب مش حلو، احنا هنعلمك في الشركه انفايرمنت بتاعتنا حلوه، بعدين احنا تاني اكبر شبكه في العالم، اكبر برايفت وان وتاني اكبر وان، يعني كوانز احنا اتنين بس كبرايفت احنا رقم واحد، بيحاول يقنعك عشان خاطر تشتغل ليه؟ يعني فاكر ان لما هيقول لك الاتش ار 8500 جنيه انت هتبقى زعلان، ما اعرفش ان احنا والله حامل ايدين وش وضهر على 6000 حتى على 4500 موافقين، بس هو شايف ايه؟ شايف ان غيره بيعمل ايه؟ بيدي اكتر، بيدي 12 وغيره بيدي 14، فهو بيحاول يقنعك احنا اكبر شركه في العالم، احنا هننتقل لك السي في، احنا هندربك كويس، احنا انفايرمنت حلوه. يعني انفايرمنت حلوه؟ يعني الناس اللي عندنا بتحط برفان، وانا يا عم مش عايز الناس تحط، انا عايز انا اللي احط برفان، فانا الكلام يعني ايه؟ بس احاول اقنعك بالحاجات دي، نقتنع لحد ما ربنا يعدلها في فرصه ثانيه، يعني فرصه بتجيب فرصه. لو عايز تعرف اكتر انا مستنيك يوم السبت القادم في محاضره عالميه عن الاو اس اي موديل والتي سي بي اي موديل. لو عايز تعرف انا مستنيك المحاضره الجايه ان شاء الله. لو حد عنده استفسار يتفضل، لو حابب يروح يتفضل برضه عشان ما اعطلوش. لا سهله سهله. نيجي للجزء الاخير في محاضره المحاضره الاولى سيشن 1 على 4، النتورك تايبس، اللان والمان والوين، هناخد الفرق ما بينهم وشوية معلومات كده. اللان هو local area network، هو it's group of computers that are connected together within local area، هو شوية كمبيوترات موجودة تبقى موجودة في نفس البيلدينج بتاعك أو موجودة في نفس المكان، نفس الكومباوند مثلا، ولكن هو بتبقى within local area، تبقى ملكية خاصة بدون شريك تحت السيطرة. بمعنى انت مثلا عندك عمارة، العمارة دي كلها تبقى اسمها لان. طب انت هيئة كبيرة، الهيئة بتتكون من كذا عمارة،
زي كومباوند مثلا مقفول على بعضه، الكومباوند كله بيبقى اسمه لان. يعني بيقولك اكبر لان في الشرق الاوسط هو العاصمة الادارية، كلها على بعض تتحسب اللي هي لان مش وان. طب الجامعة الامريكية، الجامعة الامريكية دي مثلا في التجمع الخامس مساحتها جبارة، ممكن يبقى الفرق من الجهة العمارة او العمارة او المبنى والمبنى كذا كيلو، برضه تحسب اللي هي لان، لان الارض كلها ملكية خاصة تبع الجامعة الامريكية مثلا. او العاصمة الادارية فيها شركات جوه وفيها بيوت وفيها، دي كلها اسمها لان. طب ليه اسمها لان؟ لان هي كلها ملكية خاصة، كلها مقفولة عليها، فاهم؟ فهي اكبر لان في الشرق الاوسط هي العاصمة الادارية. تيجي ناحية المان اللي هي متروبوليتان اريا نتورك، هو جروب اوف لاندز ويزن سيم سيتي ان بتوين سيرفيس بروفايدر. يعني انت مثلا انت عندك عايز توصل الجامعة الامريكية اللي في التجمع بالجامعة الامريكية اللي في التحرير، دي اسمها لان ودي لان، الاتنين مع بعض عايز توصلهم ببعض، دخلنا في حيز جديد، دخلنا في نطاق جديد. لازم توصل ما بينهم بالسيرفيس بروفايدر اللي هو لا دي اسمها كده المان. المان هي في نفس المدينة ولكن ما بقاش اسمها لان، هي كل واحدة اسمها لان، بس لو جمعت الاتنين على بعض بقت اسمهم مان، متروبوليتان اريا نتورك. طب الوين، هو الوايد اريا نتورك هو جروب اوف لاندز ان بتوين او بتوين سيتيز كانتريز كونتيننتس، البابليك وين والبرايفت وين. مثلا عندك شركة مقر ليها في القاهرة والمقر التاني في اسكندرية، يبقى دي لازم نخش في نطاق الوين. والسيرفيس بروفايدر هو المسؤول اللي هو يوصل كابلات، يعمل حاجات ويوصل، يعمل الاتصالات ما بينهم. ما ينفعش الشركة العادية أو صاحبة اللين تضرب ولو مسمار واحد في الطريق، لازم السيرفيس بروفايدر بتاع كل منطقة أو كل بلد على حسب الشركة بتاعتها. احنا عندنا في مصر هنا وي هو السيرفيس بروفايدر اللي ماسك الخطوط الأرضية. ممكن تلاقي في أسبانيا في شركة اسمها تليفونيكا، في كل شركة بقى في كل بلد هتلاقي في شركة هي اللي ماسكة السيرفيس بروفايدر. ماشي، الفرق بين اللان والوان ان هي اتس جروب اوف اللان اتس جروب اوف كمبيوتر ذات ار كونكتد تجذر ويزن لوكال اريا، دي اللان. الوان هي مجموعة لانات جروب اوف لانز ان بتوين ما بينهم او ويزن ان بتوين سيرفيس بروفايدر ويزن سيم سيتي ويزن سيم سيتي او بتوين سيتيز او بتوين كانتريز بتوين كونتيننتس على حسب الوان اكبر من المان. دي الجزء الماتيريال اللي هو نفس المكتوب المان متروبوليتان اريا نتورك. مش هنا زي ما قلت لك المثل بتاع التجمع، الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس والجامعة الأمريكية في التحرير، ولازم السيرفيس بروفايدر يبقى في النص. دي لو عايز تاخد السكرين شوت اهيت يلا بس، وما تنساش تتفاعل مع الفيديوهات عشان نستمر ان شاء الله ولحد اخر فيديو. ممكن نخش على سي سي ان بي كمان نعمل ملخصات، وان شاء الله الدنيا هتبقى كويسة باذن الله. وما تنساش لايك وسبسكرايب وكومنت، والسلام عليكم.